تحت رعاية سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أقيم حفل تخريج إحدى دورات المستجدين بالحرس الملكي بحضور سمو العقيد ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وفي بداية الحفل تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بإزاحة الستار إذانا بافتتاح ميدان الشهيد المقدم عبد الله راشد النعيمي، وذلك تقديرا لإسهامات الشهيد العملياتية الجليلة داخل وخارج البلاد. وبدأ حفل التخريج بعزف سلام قائد الحرس، ومن ثم قام سموه بتفقد طابور العرض، وبعدها تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم قدم عرض عملي من قبل الخريجين اشتمل على المسير العسكري. بعدها قدم إيجاز عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعملية وتدريبات عسكرية. وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أنه بفضل من الله ثم بفضل الرعاية الدائمة من قبل جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات السديدة من صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، دائما نشهد تطورا ملموسا في الحرس الملكي المتمثل بتخريج أجيال جديدة من الخريجين الذين يتسمون بالعزيمة الصادقة والإخلاص تجاه خدمة وطنهم ودينهم. يتفضل سيدي الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتوزيع الجوائز على أوائل الدورة. الحاصل على المركز الأول في مجموع العلامات الجندي مستجد فيصل جمال الدوسري. الحاصل على المركز الأول في دورة الحرس الملكي رقم 39 الجندي مستجد عبد الله جمال أحمد. الحاصل على المركز الأول في اللياقة البدنية الجندي مستجد محمد فيصل محمد. يا سيد الحاصل على المركز الأول في الرماية والمركز الأول في الضبط والربط العسكري الجندي مستجد بدر محمد جابر. الحاصل على المركز الأول في حركات المشاة جندي مستجد يوسف توفيق بوجندل. والآن قسم الخدمة العسكرية يلقي العميد الدكتور محمد علي بوجندل. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، باعتباري عسكريا في قوة الدفاع أن أكون وفيا لمملكة البحرين، أمينا على حقوقها،
مخلصا لمليكها القائد الأعلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والله على ما أقول شهيد وقدم سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الشكر إلى مدربي الدورة على الجهود الطيبة التي بذلوها للوصول بالمستوى الاحترافي المتميز الذي ظهرت به الدورة، وحث سموه الخريجين على مواصلة العطاء وحمل هذه الأمانة والجدية في العمل والتحلي بالصبر والقوة بروح العزيمة والإصرار والتضحية في الدفاع عن الوطن العزيز وبذل الجهد والمثابرة للتحصيل العسكري. وخلال الاحتفال تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة. بعدها أدى الخريجون القسم القانوني. حضر التخريج اللواء ركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من ضباطي وضباط صف وأفراد الحرس الملكي وأهالي الخريجين.